ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده للبنات اللي في المدارس او البنات اللي في الجامعه اللي سنهم صغير يعني بشكل عام، وعايزه تعرفي ازاي تهتمي بنفسك. انا كنت عملت لكم فيديو قبل كده ازاي تهتمي ببشرتك او ايه الاخطاء اللي متقعيش فيها عشان ما ترجعيش تندمي لما تكبري شويه. هتلاقوا الفيديو هيظهر في الاخر خالص، يعني بعد ما الفيديو ده يخلص خالص هتلاقوا ظهر اكتر من فيديو، من ضمنهم الفيديو اللي بكلمكم عنه ده. في بنات كتير بقى طلبت مني ان انا اكلمكم عن منتجات معينه تكون متوفره وسعرها رخيص، بحيث ان كل البنات تقدر تهتم بنفسها، لان طبعا في سن صغير ما بيكونش معاكي فلوس قوي ان تشتري اكتر من حاجه، فبتكوني عايزه تشتري الحاجه اللي فعلا تفيدك وتفرق معاكي. هوريكم النهارده حبه منتجات سعرها متوفر جدا، بحيث ان انت تقدري تهتمي ببشرتك وبشعرك وبجسمك حتى لو كان بابسط الطرق. ومعانا كمان شنطه الطوارئ. انا ما حبيتش بصراحه ان انا اديها فيديو لوحدها، لان اتعمل كتير، يعني لو دخلت على اليوتيوب وكتبت شنطه طوارئ هيطلع لك اكتر من فيديو، وفي النهايه هي احتياجات شخصيه، فانا بحس ان كل واحده مختلفه عن التانية يعني. فانت ممكن تشوفي بس ايه مثلا دي فكرها عامل ازاي، او تاخدي افكار من كل فيديو لشنطه الطوارئ، وانت في النهايه اعملي الشنطه الخاصه بيكي، لان على ايامي مثلا ما كانش منتشر قوي حكايه شنطه الطوارئ او الاساسيات اللي ممكن تكون معاكي والكلام ده. فانا من وجهه نظري لو انا كنت واحده لسه في المدرسه او في الجامعه، ايه الحاجات اللي كان ممكن احتاجها في الوقت ده، فجمعتهم هنا هكلمكم عنها سريعا في اخر الفيديو. خلينا بس سريعا كده نتكلم عن روتين العنايه بالبشره وبالشعر وبالجسم، وفي فيديو تاني ان شاء الله هكلمكم برضو عن ازاي نتعامل مع الاهل الصحاب لو معجبين بحد في السن الصغير ده نعمل ايه. بس النهارده هركز اكتر على السكين كير وازاي نهتم بجسمنا. فانا جبت لكم النهارده منتجات اقل من ال50 جنيه، ما عدا منتج واحد بس، غير ان انا ما اعرفش بصراحه لو في حاجه في الرينج ده، في رينج 50 أو 100 جنيه او اقل من كده ما اعرفش. وخاصه بقى الحاجه دي بالذات ما ينفعش نسترخص فيها، هو لازم تجيبيها كويسه، لان دي اكتر حاجه ممكن تحافظ لك على بشرتك وتوفر عليكي مشاكل للبشره كتير. غير كده لا، جبت لكم حاجات كويسه جدا سواء غسول او كريم او حاجات تهتمي ببشرتك بيها اقل من 50 جنيه. طيب اول حاجه عشان نهتم ببشرتنا فلازم يكون عندنا كريم مرطب. خليني اطلعه الاول ده من شنطه الطوارئ. بصوا بقى، لو انت بشرتك مختلطه لدهنيه فانت ممكن تجيبي الكريم ده من نيفيا سوفت اللي لونه بينك. ركزوا، عشان انا كنت لسه عامله من قريب فيديو عن منتجات خلصتها وايه هرجع اشتري تاني وايه مش هرجع اشتري، فكلمتكو عن نيفيا اللي هو ده الازرق، كنت كلمتكو عنه اني مش هرجع اجيبه تاني وهجيب اللونه بينك، لان ميك اب ارتست قبل كده حطتهولي على بشرتي ولقيت ان هو تحفة ومش بيدهن خالص. فانت لو بشرتك مختلطة لدهنية هاتي ده اللي هو لونه على بينك وسعره قليل جدا. لو انت بشرتك جافة هاتي نيفيا سوفت اللي هو اللبني ده. فلو انت عايزه كريم مرطب سعره قليل ومتوفر في كل السوبر ماركت في كل الصيدليات هاتوا ده، حلو وجربوه وفي نفس الوقت سعره بسيط جدا. من الحاجات الطبيعيه برضو اللي ممكن تختاروها كبديل للكريمات لو انت مثلا بشرتك جافه او محتاجه ترطيب عالي هو الجوجوبا اويل. زيت الجوجوبا ده احلى زيت تقريبا استخدمته في حياتي. تاخدي منه نقطه نقطتين وتوزعيهم على البشره كلها، البشره بتمتصه بسرعه وما بيسيبش اي اثر دهني، استحاله تحسي ان انت حاطه زيت على وشك. اهم حاجه في الحاجات الطبيعيه ان احنا نكون جايبينها من مكان موثوق فيه. لو عايزين حاجه للترطيب زيت الجوجوبا تحفه تحفه. من الحاجات المتوفره واللي بترطب البشره كويس جدا هو جل الصبار، ومش بيسيب اي اثر دهني خالص على البشره. ده كنت طالباه من جوميا على ما اعتقد، وكان في حدود ال40 جنيه، ومتوفر. يعني في اكتر من جل صبار، يعني براندات كتير او اماكن كتير بتعمله، في ناس بتجيب اللي هو الطبيعي، بس الطبيعي لازم تستخدميه على طول، مش هينفع ان انت تاخديه وتحفظيه في حاجه مدة صلاحيته هتخلص على طول. فالحاجات دي بيبقى فيها نسبة مواد حافظة، بس اللي هو برضو كويس. اهم حاجة ان انتوا تختاروا اللي بيكون لونه شفاف، بلاش جل الصبار اللي بيكون عليه الوان صناعية، يعني بيكون لونه اخضر، الحاجات دي بتبقى غلط على البشرة. هاتوا جل الصبار اللي لونه شفاف والترطيب بتاعه تحفة. ده شكله اهو،
بس مش شرط ده، يعني مش شرط ده خالص، اي نوع جل صبار متوفر وتكونوا متأكدين ان هو اصلي هاتوه، هيرطب معاك والبشرة حلوة جدا. الحاجة التانية انه لازم يكون عندك كريم عين. هتقولي لي مثلا مش معايا فلوس دلوقتي ان انا اجيب كريم عين او حاجة، هاتوا زيت اللوز الحلو. هو دي مش ازازة زيت لوز حلو، كان موجود في ازازة تانية بس هي باظت على طول والغطا بتاعها ضاع، فطبعا يا صباح التلوث. بس عامة من اي مكان تثقوا فيه ان هو بيبيع الزيوت والحاجات الطبيعية دي اصلية، هاتوا زيت اللوز الحلو، وبالليل قبل ما تنامي طبطبي كده بنقطة هنا ونقطة هنا، وطبطبي كده على المنطقة بتاعت العين. اولا هيرطبها، بيرطب كويس جدا. ثانيا لو في امكانية ان في هالات سودة تظهر او حاجة، فده هيخفف جدا من الهالات السودة، وحاجة طبيعية ومتوفرة وسعرها يعني ما اعتقدش اتخن ازازة زيت هتعدي الكام يعني. وهاتوا الحجم الصغير، هتقعد معاكي فترة طويلة، انت اصلا مش محتاجة كمية كبيرة، اقل كمية هترطب لك المنطقة اللي حوالين العين دي. في ناس ممكن تحس شوية ان الفيديو ده شبه الفيديو تاني اللي كنت عاملاه، اخطاء متقعيش فيها في سن صغير عشان تحافظي على بشرتك، بس انا النهاردة يمكن مركزة اكتر ان انا اجيب لكم بقى نماذج او حاجات منتجات تقدروا تشتروها ويكون سعرها كمان على قد الايد كده، بحيث انه البنات اللي معاش فلوس وهي في سن صغير اكيد يعني بتقوم محتاجين حاجات متوفرة. طيب من الحاجات برضو المهمة جدا ان انت يكون عندك غسول، ده برضو انا اكدت عليه في الفيديو اللي فات، لازم لازم بشرتك تتنظف لان هي بتتعرض للتلوث كل يوم. ففي اتنين من الغسول، الاتنين متوفرين، الاتنين معدوش الخمسين جنيه، يعني ده باربعين جنيه، ده ممكن يكون في حدود 30 او 40 مثلا برضو. وفي منهم احجام، يعني انت ممكن تجيبي كمان الحجم الاصغر وترجع تجيبي واحد تاني، او تجيبي الكبير على طول فيوفر معاكي. الغسول ده انا بعشقه وبحبه، وكل ما بيخلص برجع اكرره تاني. انا بستخدم معاه الغسول من بايوديرما لانه هو مضاد للبكتيريا والحبوب، بس بتاع بايوديرما طبعا غالي. بس ده مفيش مرة حطيت فيها ميك اب مثلا، او كنت خارجة خروجة وعارفة ان وشي خلاص اتدمر تلوث، الا ورجعت غسلته بده. ده بينظف البشرة جدا، بس يمكن هو بيشفط الزيوت، فهيبقى مناسب جدا مع البشرة الدهنية مثلا لان هو بينشف البشرة شوية، فمحتاجة ان انت ترطبي بعديه. وفي الغسول ده من هيمالايا، اتكلمت عنه قبل كده في الفيفوريتس، وان ده كان للبشرة من الجافة للعادية، وانا كبشرة مختلطة الدهنية استخدمته ورغم كده عجبني. فانتوا ممكن تجربوا مثلا اللي هو لو بشرتك جافة العادية تستخدمي ده، لو بشرتك دهنية ممكن تستخدمي ده. فده من جارني وده من هيمالايا، الاتنين تحفة، ده خفيف جدا على البشرة وبيتشال من على البشرة بسرعة جدا وبينظفها. ده شوية في صعوبة ان انت تشيليه من على بشرتك، يعني لازم تغسلي وشك اكتر من مرة بعد ما تستخدميه، وكمان ان هو بينشف البشرة شوية فمحتاجة ان انت ترطبي بعده. بس عامة انا مع ان احنا نرطب البشرة عامة بعد ما تغسلي باي غسول. فانت بالليل كده بعد جامعتك او مدرستك او دروسك او كورساتك او اي حاجة، ترجعي تغسلي وشك بغسول نوع كويس وترطبي وشك بعديه على طول. الحاجات برضو المهمة اللي تكون عندك وهو ميك اب ريموفر. انا عارفة ان في بنات كتير ممكن تكون ما بتحطش ميك اب، بس ممكن يجي عليكي مثلا فرح، مناسبة، حنة اختك، حنة واحدة صاحبتك، وقاعدين بنات في بعض فتحطي ميك اب. فما ينفعش ان انت تروحي وتغسلي وشك وخلاص، لازم تشيلي الميك اب كويس، لان اكتر حاجة ممكن تدمر البشرة ان انت ما تطلعيش بقايا الميك اب من المسام من بشرتك. فلو انت مثلا لسه سنك صغير، انا مش معنى انت تحطي ميك اب، بالعكس استمتعي ببشرتك كده وهي صافية وجميلة ومن غير تجاعيد يعني ما شاء الله في سن صغير، وبعد كده لما تكبري شوية كله جاي، يعني كله رايح وكله جاي، فهتلاقي نفسك بتحطي ميك اب سواء بقى في مناسبة او لما تتجوزي او كده. فعلى الاقل يكون عندك ميك اب ريموفر اللي هو الميني سايز، الحجم الصغير، وسعره حوالي مش عارفة 30 جنيه او حاجة كده. هاتي خليه عندك، ده شكله اهو، ده من جارني، في برضو زيه من بايوديرما، ده يمكن بيمشي مع كل انواع البشرة عشان كده بقول لكم عليه. في حاجات تانية بتبقى مناسبة اكتر للبشرة الجافة اللي هي بيبقى داخل فيها زيوت، فبتشيل الميك اب وفي نفس الوقت ما بتشدش البشرة او بتنشفها. بس ده عامة المسلر ووتر عامة، سواء ده
او بتاع بايوديرما، بس بايوديرما ضعف سعر بتاع جارنيه. في الغالب بتمشي مع جميع انواع البشره، وطالما انت هتستخدميه مره كده طياري كل فتره فمش هيأثر قوي في بشرتك، مش هينشفها مثلا لو هي بشره دهنيه، او هيضايقك لو انت بشرتك جاف. انا من الناس اللي شايفه ان التونر من الحاجات الاساسيه في العنايه بالبشره، بس في ناس برضو ممكن متوفرش معاها ان هي تجيب تونر، فارخص تونر طبيعي ومتوفر هو ميه الورد. طبعا مش تديكي نفس الافكت او النتيجه بتاعه التونر وتنظيف المسام بعمق، وان هو بيقلل من شكل المسام ومن حجمها مع الوقت والكلام ده كله، بس هي قابض برضو المسام وحلوه قوي لو انت حطيتيها في الثلاجه وحطاها في بخاخه او حاجه كده، وايدي وجعاني وهتعرفوا في اخر الفيديو ليه. حطيتيها في الثلاجه وبخاخه وتبتدي تبخي على وشك من غير بقى ما تقعدي تحطي على قطنه وتمسحي وتهلكي في البشره، لا البخ ده كده بس هيديكي احساس انتعاش وهيساعد على قفل المسام وان البشره يكون فيها نضاره. طب لو عندك حبوب، لو عندك التهاب، لو عندك اي مشكله ظهرت في بشرتك، لو مش حاجه مرضيه، لو حاجه طارئه حاجه عاديه، ممكن تستخدمي الفيوسيدين. فيوسيدين مضاد حيوي، ما ينفعش ان احنا نستخدمه على طول عمال على بطال، بس لو في حبايه ظهرت او تعورتي او حاجه وعايزاها تخف على طول فالفيوسيدين متوفر وسعره مش عارفه 20 جنيه حاجه كده يعني. وانا اكتر من مره ظهرت لي مثلا حبايه او مشكله او التهاب كان الصيادله على طول بيقول لي على الفيوسيدين، وكمان اما كشفت قبل كده جلديه عشان اكتر من حاجه كان دايما في روشتات الدكاتره بيكتبوا لي على الفيوسيدين، فهو يعتبر من اقوى المضادات الحيويه المتوفره واللي فعلا بتجيب نتيجه كويسه مع البشره. الشعر والجسم مش هنتكلم فيهم كتير، اهم حاجه يكون عندك شامبو نوع كويس عشان ينظف شعرك، وان انت تستخدمي حتى لو حاجات طبيعيه عشان ترطب شعرك زي زيت جوز الهند، زي زيت الزيتون، زي زيت الجوجوبا لو انت شعرك دهني او بتحسي ان هو مدهن كده، او تاني يوم مثلا ما دهنتي كريم او حاجه على شعرك بتلاقيه بيدهن، فممكن تستخدمي زيت الجوجوبا من هو زيت خفيف جدا سواء على البشره او الشعر ومش هيدهن معاكي خالص، ده للشعر. بالنسبه للجسم فمعظمنا كان بيستخدم الصابون العادي، لو قدرت تجيبي شاور جل هيبقى حلو جدا، او تجيبي صابونه طبيه لو انت حاسه ان جسمك بيتحسس من الحاجات اللي فيها روايح، ودهني جسمك بحاجات طبيعيه برضو زي زيت الزيتون، زيت الجوز الهند، زيت الجوجوبا، جل الصبار، حاجات كتير طبيعيه. اهم حاجه ان انت ترطبي جسمك، واهم حاجه برضو ان انت تعملي سكراب. ما تشتريش سكراب جاهز، اعمليه انت في البيت سواء اللي بالسكر او بالقهوه، برضو في اخر الفيديو هحط لكم لينكات للفيديو دي عشان تشوفيها، وانت اعملي بنفسك السكراب في البيت. بس صدقيني هيفرق معاكي جدا ان انت تشيلي الجلد الميت من بدري، وهيوفر معاكي الدخول في مشاكل كتير. اهم حاجه بعد ما بنعمل سكراب ان انت بترطبي جسمك. لو في بعض المناطق بسبب الاحتكاك انت على طول قاعده كده على الديسك على اكواعك، او على طول مثلا بنصلي او في احتكاك باي شكل معين في الركب، وغالبا منطقه البيكيني ومنطقه الاندر ارم لما بنبتدي بقى يظهر فيها شعر وتبتدي تشيل الشعر، غالبا لو شلتيه بطريقه غلط او عامه فكره ان احنا نشيل الشعر ده ممكن يعرض المنطقه دي شويه للالتهاب، يعني هي مناطق حساسه فبتغمق، فطبعا محدش بيكون راضي عن منظره والمنطقه دي غامقه، فالافضل ان احنا ندخل في الوقايه خير من العلاج. فممكن تستخدمي كريم تفتيح، عامه كريمات التفتيح من الحاجات الغلط اللي ممكن تسحب الصبغه الاصليه من البشره او ممكن تاثر على المدى البعيد، فمش بنكتر منها، بس عامه ممكن تستخدمي مره او مرتين في الاسبوع كريم تفتيح لو في منطقه حسيتي ان هي بدات تغمق. بس في بعض الكريمات بتكون اصلا من مواد طبيعيه فبتكون امنه جدا على البشره، منهم الكريم ده من مون لايت، شكله ده كل ما بيخلص برجع اجيب منه تاني لان هو كل المواد اللي فيه مواد طبيعيه اهو، وقوامه قريب شويه من السودو كريم. انا كنت هقول لكم على السودو كريم ان هو ينفع برضو كتفتيح شويه لاي منطقه لان هو بيمنع الاحتكاك، فطالما ما فيش احتكاك فده بيخفف شويه من فكره الاسمرار. بس السودو كريم اقل علبه فيه او اصغر علبه فيه اعتقد معديه ال 150 او 250 فغالي، وانا النهارده مركزه ان انا اجيب لكم حاجات سعرها قليل فعلا، فده حلو في التفتيح حطيه بالليل كده في منطقه الاندر ارم في منطقه البيكيني عشان بس المنطقه ما تسمرش، وبعد كده نرجع نقعد نعالج فيها. دي اخر حاجه هقولها، وبعد كده هندخل على شنطة الطوارئ كده سريعا هوريكم ايه الحاجات اللي فيها. الحاجات دي عن تجربة شخصية وحبيت ان انا اقول لكم عليها عشان كنت بدور على الحاجات اللي سعرها قليل اللي تناسب
ميزانية البنات، لان انا مش عايزة نضغط بجد على الاهل باي شكل. انتوا مش متخيلين المسؤولية اللي الاهل شايلينها، سواء في مصاريف الدراسة او في مصاريف البيت والاكل والشرب والحاجات العادية الاساسية في حياتنا كلنا. انتوا مش متخيلين الحمل اللي على الاهالي عامل ازاي، فمش عايزاكم تضغطوا عليهم باي شكل. وده كان هدفي النهاردة في الفيديو، ان انا اجيب لكم منتجات فعلا متوفرة ورخيصة واي حد يقدر يجيبها. انتي لو شلتي من مصروفك كل شهر هتجيبي لك كل شهر حاجة جديدة، بس مش عايزاكوا ان انتوا تقعدوا تضغطوا على اهلكوا ان هم يشتروا لكم حاجات. مش حاجة اسمها مش عارفة اهتم بنفسي عشان اهلي مش موافقين، لا، انت ممكن بأبسط الحاجات تهتمي بنفسك. ولو انتي خدتي جزء من مصروفك كل شهر هتجيبي لك حاجة واحدة جديدة هتفرق معاكي جدا. اخر حاجة بقى وهي شنطة الطوارئ. انا لو كنت في الجامعة لسه كنت اهم حاجة هتم بيها ايه؟ ان هي تكون معايا في شنطة الطوارئ. اول حاجة باكت مناديل، اظن دي لازم شنطة البنت يكون فيها مناديل، هتحتاجيها. انا اصلا مش عايزة ايدك تلمس بشرتك وانت بره، منتهى التلوث والبكتيريا. هيكون معايا وايبس لان هي بتنقذ الواحد في مواقف كتير، وقت الاحجام اللي هي بتبقى الصغيرة دي عشان تدخل في الشنطة. وفي انواع كويسة على فكرة، يعني مش شرط عشان الحاجات، ولا هاتوا اي نوع مش هتفرق، بس اهم حاجه لو جبتي نوع مش كويس ما تمشغوش على بشرتك، يعني اكتفي ان انت تمسحي بيه ايدك. ههتم ان يكون معايا مسكنات، يعني كنت بدوخ وانا في الجامعه، وطبعا مفيش صيدليه او حاجه في الجامعه، كان على طول بيجيلي مغص 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 يعني. فكنت اتمنى لو كنت يعني ابقى في دماغي على طول طول الوقت ان يكون معايا مسكن في الشنطه بتاعه الطوارئ دي، سواء للمغص او الصداع. ما تفهميش بيجيلك الصداع منين، فبنادول الازرق وفسرالجين ده كان بيسكن معايا. طبعا تبقي يعني دكتور مثلا كان كاتب لك عليه قبل كده، او مامتك وباباكي عارفين ان المسكن ده مثلا لما بتتعبي ممكن يديهولك، تبقى حاجه يعني مش انت حاجه واخداها من نفسك حتى لو مسكن يعني. كنت اهتم كمان ان يكون معايا فوطه صحيه، حتى لو البيريوت لسه خلصان، ممكن واحده زميلتك مثلا تتعذر في واحده فتديها لها. بس اوقات فعلا لو انت مثلا من نوع البيريود مش بتنتظم عندك، فممكن تجيلك في اي وقت، فضروري ان يكون معاكي الفوطه الصحيه. وكمان ممكن تاخدوا الفوط اللي هي الصغيره اللي وريتها لكم قبل كده في الفيديو بتاع البيريود والحاله النفسيه والفوط دي استخداماتها ايه. الفوط الصغيره دي برضو لو انت من نوع اللي عندك مثلا افرازات او حاجه والدكتور قال لك دي بسبب التهابات او كده، فهتنفعك قوي ان انت يا دوب بتشيلي الفوطه، بتبقى صغيره جدا ورفيعه جدا ورقيقه جدا، بتشيليها وبتحطي واحده تانية مكانها وبيفضل الاندر بتاعك نظيف، ريحته مش بتغير وما بيكونش فيه بكتيريا. فممكن يبقى معاكي الفوط دي والفوط اللي هي الصغيره. كمان كنت ههتم قوي ان يكون معايا مرطبات، سواء للوش او للايد، ومرطب الشفايف. ومرطب الايد هو اسمه لونا، انا كنت وريته لكم قبل كده، ممكن احط لكم صورته عشان هو مش معايا دلوقتي، بس ده فظيع في ترطيب الايدين، تحفه. عامل اصلا زي الفازلين كده بس على خفيف شويه، ومش عارفه ب 30 جنيه او ب 20 جنيه، وفي منه احجام كمان، فممكن تجيبي الحجم الصغير وتخليه معاكي في الشنطه، لان خاصه في الشتاء الايد بتنشف قوي، فضروري ان احنا نحط لها كريم مرطب واحنا بره، ما تسيبهاش لحد ما تنشف وتشقق خالص لحد ما تروحي بالليل، لا، تلحقيها على طول في اولها. والشفايف، لان الشفايف لو نشفت منك وانت قعدتي تمسحيها وتعملي كده هتلاقي شفايفك نشفت اكتر، فالافضل ان انت تحطي على طول مرطب شفايف، هتلاقي شفايفك بقت زي الفل. وكنت هاخد معايا على طول السام بلوك بتاعي عشان وانا خارجه من الجامعه استخدمه على بشرتي، خاصه ان انا كان مشوار الجامعه بتاعي بياخد ساعتين، وكنت بخلص الجامعه الساعه 3، فاللي هو طالعه في عز الحر، ونبقى نازلين الصبح انت حاطه السام بلوك بتاعك على طول، بس خديه في الشنطه معاكي. ولو غسلتي وشك بقى، مسحتيه بوايبس، عملتي اي حاجه، تقومي حاطه على طول السام بلوك قبل ما تخرجي من الجامعه، قبلها مثلا بربع ساعه بتلت ساعه، بحيث ان هو يلحق يشتغل. بس كده كده كل حاجه انا عايزه اقولها لكم النهارده، لسه ان شاء الله في فيديوز ثانيه هيبقى فيها حاجات اكتر بقى عن حاجات تخص النفسيه شويه والتعامل في السن الصغير ده، سواء مع الصحاب مع الاهل مع في الجامعه مثلا، او الحاجات اللي بتكسب منها البنات، يعني هنتكلم كده في كام حاجه حلوين ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام. من شويه كنت بصور لكم الفيديو بتاع الجزء الثاني من الحاجات اللي ندمت عليها بعد الجواز، وبعدين خلصت وجاي اظبط بقى الاضاءه عشان اكمل تصوير فيديو ثاني للبنات الصغيره. ف جاي بظبط الاضاءه، لقيت دي اتقطمت وقعت على ايدي،
لو كان بس حد اخد باله في وسط الفيديو. فانا مش عارفه والله، يعني نفسي الناس تتقي ربنا ببعض. يعني زي انا كنت جايباها اونلاين، اتغاضيت عن ان الرينج لايت بدائيه جدا جدا، لو ممكن اي حد يعملها على ايده، وده اصلا حامل كاميرا مش حامل بتاع رينج لايت او حاجه، فهي بتبقى تقيله وبقعد ارسم فيها واظبط فيها. انا كده اصلا مظبطاها، هي ما كانتش جايه كده كمان، هي كانت جايه بدائيه عن كده وما كانتش ملزوقه وحاجات كتير. وتغاضيت عن ان الرينج لايت في وقت قصير جدا الاضاءه بتاعتها ضعفت، فاللي هو خلاني ادفع فيها 2000 جنيه، كان ممكن يعني احط 1000 كمان واجيب رينج لايت دلوقتي معروف يعني ب 3000. انا بس ساعتها كنت مستغليه ادفع 5 أو 6 آلاف في رينج لايت، في حين يعني ممكن اجيبها ارخص يعني. لكن هي دي قلت مش مهم المنظر الجمالي بالنسبه لي، يعني مهم الاضاءه، فالاضاءه كانت ضعيفه ولو اصلا ما تستاهلش يعني، ممكن الواحد يعملها بنفسه مش هتكلفه كل ده. بس ان هي تقع على ايدي كده يعني، لفت على ايدي، ما اعرفش ازاي لفت لفه بنت لذينه هي يعني كده. هي دي انا حطيت لها تلج وحاجات عشان تهدى. فوالله يعني عارفين لو اتقينا ربنا ببعض والله ربنا هيبارك لنا كلنا. يعني هي اصلا كانت مقرفه في استخدامها، فكملت بقى يلا الحمد لله.